مرحبا، أنا اسمي روف الزيبا، أنا شاب سوري من الشام وعمري 26 سنة. بأكتوبر 2012 اضطريت أني غادر بلدي بسبب اللي عم يصير فيها. حالياً أنا عايش بمدينة خرونيغن الهولندية. مبارح خلص رمضان واليوم أول أيام عيد الفطر، كل عام وأنتوا بخير. هذا اليوم له بهجة خاصة بقلوبنا من أول ساعة فيه، لما نصحى صوت تكبيرات العيد من الجوامع وصوت الأولاد العالي يلي كان يميز هي التكبيرات. مثل اليوم كنت فيه الصبح وروح مع بابا على الجامع، مو بتياب العيد الجداد، لا بتياب العاديين، مشان لما روح زور قرايبيني ورفقاتي يتفاجئوا بشياكتي. هذا اليوم يلي كنت أكل فيه على كل درس لون حلويات وشوكولاتة، وما بنسى أكلة الشاكرية أول يوم العيد. مثل اليوم بتذكر حالي كيف كنت حاول كون ألطف طفل بين قرايبينا مشان حصل أكبر عيدية. وأكيد ما بنسى المخططات اللي كنت خططها أنا والشباب من قبل بأيام لثلاث أيام العيد، شو بدنا نساوي فيهم. أول يوم بالعيد في مدينة خرونيغن، يمكن ما في كتير من معالم العيد هون، بس عادي لساتني مبسوط. الصبح فقت وحكيت على الماسنجر وعلى الواتساب مع كل قرايبيني ورفقاتي، حكينا وانبسطنا، وحتى رفقاتي اللي كنت قابلهم بالعيد مشرعنا مثل العادة، وقررنا انه نجتمع اليوم على السكاي بالمساء كلياتنا. ومثل كل صباحية عيد فقت مبسوط، لبست الأواعي الجداد، مشطت الشعرات، بخيت بارفان وشكلست الأمور وفتحت هالباب واخدت هالبسكليت وسيلة النقل الرئيسية بهالمدينة وقررت شد الرحال. يلا وهي الساحة العامة بمدينتي، بس للأسف ما فيها عيد ولا مراجيح ولا أولاد عم يطق في التيش، بس عادي أنا حاسب حسابي. منكمل طريقنا. أصلا أنا رايح لعند عيلة هولندية حبوا يعيدوا معي بأول يوم، فمشان هيك طلعوا كفو وعزموني على الغداء. يي شو عم يسوي هدول؟ هاد كراج البسكليتات اللي قدام المحطة، كبير كتير مو؟ للأسف راح علينا الباص، فاضطريت أخذ القطار، ما في حل تاني. طبعاً العزيمة طلعت مشاوي، بس لأنه مو ضمنانين الجو بهولندا نقلنا القعدة لجوا. طبعاً هولندا معروفة بجو المخربط يلي ما بتعرف صيفها من شتاء فيه، فمثلاً اليوم خلال ثواني حيكون في مطر، فمشان هيك نقلنا القعدة لهون. هاي خلص أول يوم بالعيد، خلصت معه اليوم كل الحلقات الأخيرة من المسلسلات العربية. بحلقة اليوم القاتل بياخد جزاته والعشاب يتجوزوا، وبتتصلح كل الأغلاط اللي كانت عم تصير بـ 29 حلقة الماضية. والسؤال هو، في حلقة أخيرة لمأساتنا؟ بس يلا، العيد هو فرصة لننسى الحزن مو لنذكره. فكل عام وأنتوا بألف خير أصدقائي، وبعد إذنكم صار وقت سردة السكايب مع الشباب. بالإذن